مستر لا يكفي لا يكفي لا يكفي. شو هالمزحة؟ مين انت؟ عرض ازياء؟ تأدب يا هذا. والله انا مأدب يا صاحبي، بس مو يخزف. من مين حضرتك؟ لقد نسيتم التاريخ واسفة. انا عبد الرحمن الغافقي القائد الاندلسي الذي خاض الحرب في بوتيه. والله ما فهمت شي، لك مخول لي مخي. شو بوتيه وموتيه؟ عرف تعال هذا قال لك كم جريدة تسلح حشويف قاعد ناطر مخولتني. سمعت ان اوضاعكم لا تسر الصديق. اشاعات مغرضة ولا اساس له من الصحة. ولكن ارضكم لم تتحرر بعد. حبيبي ما احلك، ما راح تتحرر الا ما يصير فيه تضامن عربي. ومتى يتحقق هذا التضامن العربي؟ بس يتصالحوا العرب مع الصهاينة. ولكني سمعتكم بأنكم سترمونهم في البحر. صحيح نحن قلنا هيك، بس بوقتها ما كانوا بيعرفوا يسبحوا. لا أحب الخوض في السياسة سيما العربية. والله أحسن شيء بتعملوا، بيني وبينك ثلاث أرباع أمراضنا من السياسي، وخصوصي الديسك والبواسير. ديسك وبواسير؟ وما شأن هذا بذلك؟ من كثرة القعدة على الكرسي بالمؤتمرات. أخبرني يا حفيدي عن الأمم المتحدة، هل يحترمون حقوق الإنسان؟ ها شوف، إني بيحترموا حقوق الإنسان بس الإنسان لا. وحريات الشعوب ماذا عنها؟ على أفا مين يشيل، يعني حر الواحد مثلا يبعث لمجلس الأمن تقرير عن صاحبه، حر يبعث تقرير عن جاره، يعني حر يبعث تقرير عن نفسه، حر. والفقراء في العالم؟ الفقراء بالعالم يا حرام صار معهم تخمي من كثرة الوعود. قال شو ليحسن وضعهم المعيشي والاقتصادي يا أبي. وماذا عن أهل الفنون؟ هل هم أحرار أيضا؟ طبعا هي خاصة الفنون حر. هلأ أي رئاسة عنا تعمل حزب تحرري. وقضاة العالم هل هم أحرار وأصحاب رأي؟ لا شك في ذلك، يعني القاضي حر يسمع غنية لمايكل جاكسون ولا يدافع عن متهم بريء. يكفي هذا، لم أعد أفهم شيئا، لم أعد أفهم. يا غافقي بدنا نحرر. يا غافقي 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 أمام من وفوق وحمين أمام غفرق أكاكا وحمين حبيبي أمام لك أبا حمين. بالله الرحمن، شو بك يا زلمة؟ شو صار معك أبو السعد؟ لك الغافقي كانون جاي ليحررنا. شو حلم يا ابو السعد؟ طيب وما قال لك انت بدنا نتحرر؟ لك عم اقول لك حلم حلم يا ابو السعد. حاجه بتنيب الله يخليك، بكفي بكفي احلام. يا حبيبي يا ابو السعد تخلى عن نصفي. لا إله إلا يكفي. وسأقطع جسدي نصفين وسأمنع نصفي عن نصفي. هل يكفي هذا؟ لا إله إلا يكفي. وسأمنع حزني ودموعي ودماء شعوبي من الصرف. وحواسي الخمسة أحبسها في ضمير مستتر مخفي. هل يكفي هذا؟ لا إله إلا يكفي. لا يكفي. سأصادر ذاكرة القهر أجعلها تاريخا منفي. وسأشكر من صادر أرضي، أشكركم لن أرمش طرفي. هل يكفي هذا؟ يا روحي لا يكفي. يا عيني لا يكفي. يا خيي لا يكفي. يا مستر لا يكفي. لا يكفي.